هعاقب من ناحية وادي حزم من ناحية، شيء بالنسبة لي مش مفهوم. لعل دكتور طارق فهمي ينير لي هذا الطريق. دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية الكبير، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا سيادة النائب، اتفضل يا أستاذ. إزاي صحة دكتور؟ أنا مش قادر أفهم الموقف الأمريكي ما بين عقوبة على نتساح يهودا وفي نفس الوقت إقرار حزمة مساعدات للجيش الإسرائيلي. يعني خلينا نقول الأول، هو طبعا هذه الكتيبة كتيبة لها خصوصية في الجيش الإسرائيلي، لكن تفسر لحضرتك ما الذي ستقول إليه الأوضاع بالنسبة لعمل هذه الكتائب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بعد قليل. هذه الكتيبة كما تعلم حضرتك تم تأسيسها سنة 1999، يعني ليست حديثة، وهي تعمل تحت شروط وتحت إشراف المؤسسة الدينية وليست العسكرية، وبالتالي عناصرها حضرتك وقيادتها بتعمل وتؤتمر من قبل الحاخام الأكبر وبتعليمات من المؤسسة الدينية منعا لاختلاط عناصرها بالعناصر الأخرى في الجيش الإسرائيلي. هذه الكتيبة الواقعة اللي حضرتك يعني سردتها منذ قليل سيادة النائب هي واقعة حقيقية مرتبطة طبعا بتعامل هذه الكتيبة تجاه الفلسطينيين، وربما كان الولايات المتحدة أثارت أو الوضع عشان الجنسية الأمريكية لهذا الفلسطيني. لكن المشكلة حضرتك أن هذه الكتيبة ضمن 7 كتائب أخرى بتعمل تحت قيادة الجيش الإسرائيلي وبتعمل بالتنسيق بالمؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية، لكنها لا تتبع فيها القواعد العسكرية المباشرة في هذا الإطار، بمعنى أن إشراف الجيش إشراف شكلي. ورغم ذلك حضرتك تابعت سيادة النائب ردود الفعل الخاصة من قبل المسؤولين الإسرائيليين، هتقول لي كيف تعمل هذه الكتيبة ومواقعها؟ طبعا هي كانت في مدينة القدس الشرقية، انتقلت إلى عدة مدن أخرى، يعني راحت على رام الله وراحت على جنين، وبتعتبر فيها عناصر أو يعني عناصر قيادية تعتبر نخبوية، لكن البعد الديني طاغي عليهم. هم طبعا هذه الكتيبة للخروج من أن المتدينين في إسرائيل لا يدخلوا الجيش بصفة مستمرة، وطبعا في قيود على هذا. منذ بداية حرب غزة بدأت إسرائيل والحكومة الإسرائيلية الحالية تتكلم على ضرورة إلزام المتدينين اللي كان لا يقضوا أي خدمة في إسرائيل، والخدمة زي ما حضرتك عارف 3 سنين قابلة للتجديد، والآن طبعا بتزيد نسب الاحتياطي فممكن تصل إلى 5 سنوات مباشرة. هذه الكتيبة عناصرها زادت، يعني ما تردد أنها 1000 شخص، لا غير صحيح، هي تزيد على 4500 عنصر، وهم بيستمدوا عناصرهم من حركات العنف في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي حصريا سيادة النائب في 64 حركة عنف، ال 64 حركة عنف دول هم اللي عناصرهم سواء كان المتدينين أو غير المتدينين من قطعان المستوطنين بينضموا إلى هذه الكتيبة اللي تفرعت بقت فيها كتائب فرعية أخرى، يعني مش كتيبة واحدة الولايات المتحدة خاصتها، لا ده فيه كتائب أخرى وكلهم بيشتغلوا تحت لواء اسمه لواء كبير، وده لواء متقدم في الجيش الإسرائيلي. نقطة من أول السطر، إثارة الموضوع ده في هذا التوقيت هو مرتبط بحاجتين حضرتك، ليست واقعة الفلسطيني فقط، ده اللي هو من أصول فلسطينية وحصل على الجنسية الأمريكية، لكن هي مرتبطة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ حوالي عام يعمل عملية تطوير في بنية الجيش الإسرائيلي نفسه في الاستراكشر سيادة النائب، وأن يحول الجيش إلى عدد حوالي 100 إلى 150 ألف جندي بيشتغلوا بأحدث وأنماط حديثة، إلى أن وقعت واقعة الجندي المصري محمد صلاح، ثم تلاها موضوع غزة فتوقفت الموضوعات الخاصة بتطوير وتحديث هذا الجيش، وتم التركيز على تطوير البنية الغير نمطية، وبالتالي الكتائب اللي هم بيسموها الكتائب الشاردة لو أنا بترجم صح، اللي هي خارج نطاق مؤسسة الجيش لكن عناصرها بتاخد كل المزايا المختلفة. هناك عدد من الأحزاب الإسرائيلية الموجودة في مكونات الائتلاف حضرتك بتدافع عن المخصصات، بتدافع عن حقوقهم، بتدافع عن توجهاتهم، هم بيحظوا بدعم من أجهزة الأمن، لا تلاحقهم أجهزة الشرطة الداخلية في عمليات الاقتحام. وزي ما قلت لحضرتك اللي بيغذي هذه الكتيبة الرئيسية والكتائب الفرعية الأخرى هي حضرتك المؤسسة الدينية من جانب،
وايضا انضمام عدد كبير منها. اثاره موضوع دخول المتدينين في الجيش ليعملوا كمجندين بصفه مباشره هو اللي هيفتح النار على اسرائيل. ليه؟ لانه هناك شخصيات عديده في المجتمع الاسرائيلي بتدعو الى تجنيد الشعب الاسرائيلي كله، الشعب كله يبقى مجند، ما فيش حاجه اسمها متدينين وغير متدينين. ففي ثوره داخليه دينيه مرتبطه بتغيير قواعد القوانين الحاكمه ليها، زي القوانين الخاصه بتعريف من هو اليهودي. لغايه النهارده سياده النائب مفيش تعريف لواحد اسمه من هو اليهودي، مفيش تعريف للقوانين سياده السمع اللي هي احنا بنسميها القوانين اللي هي الكنيسه اللي هي الخاصه حضرتك بالولاء والانتماء وغيرها من الامور. وبالتالي هذا الموضوع سيفتح النار داخل الجيش. الجيش بيعاني من حاله انكسار وحاله من تردي الاوضاع الداخليه، في اعلى نسبه انتحار في الجيوش في العالم. يعني الجيش الاسرائيلي حتى قبل حرب غزه بيعاني من ازمات هيكليه حقيقيه، واتهامات لهذا الجيش بانه نقل مخصصات التعليم والصحه وغيره الى المؤسسه العسكريه والمفك العسكري لجيش يحارب عناصر مقاومه وغيره. فبالتالي النهارده بيثار الموضوع بصوره كبيره، هذه الكتائب بتكشف وجه اسرائيل المباشر خصوصا في حركات العنف والارهاب. ودي بقى اللي حضرتك تذكر حضرتك سياده النائب بفكره كهنه حي، اللي هي المنظمات العنصريه اللي كان ممنوع عليها العمل اصلا بالسياسه، واللي هي خرجت الجيل الحالي اللي احنا بنتعامل معاه اللي هم الوزراء المستوطنين اللي هم بيديروا الحكومه الاسرائيليه ومكونات الائتلاف الراهن. وبالتالي موضوع الكتيبه هو مرتبط طبعا امريكيا، يعني لا نريد ان نتوقف كثيرا، الامريكان بيطبقوا قانون ليهي، وهذا القانون كما تعلم حضرتك صدر سنه 97 واللي هو بيقضي بانه عدم اعطاء اي سلاح لاي وحدات داخل اي جيوش حتى من الدول الشريكه باستخدامها او اساءه استخدامها. القانون طبعا قانون ليه ده تطبق على بعض الدول، لكن انا اعتقد ان اسرائيل وثورتها الكبيره حول هذا الموضوع اليوم حضرتك سياده النائب بيفتح الباب امام حركات العنف والارهاب والتطرف التي تدير اسرائيل. انت امام حضرتك الان عصابات ارهابيه بتدير الدوله، وهذه العصابات ممثله في مجموعات داخل الجيش، وهي ليست كتائب فقط لكنها كتائب ووحدات بتعمل في الضفه الغربيه. وكان مخطط انه تدخل بعض هذه الكتائب، ربما سيؤجل لما جرى واثاره هذا الموضوع، في مناطق في غزه لكي تعمل على الارض. وبالتالي في دعم كبير حكومي لهذا. في امور كثيره مرتبطه طبعا بالموقف الامريكي سياده النائب، والموقف الامريكي هو موقف متناقض يعني بصوره او باخرى، لانه طبعا في تشبيهات بانه هذه الكتيبه تشابه مثلا الفواعل من غير الدول، يعني حضرتك بتتكلم على منظمات ارهابيه وغيره. المحكمه العليا في اسرائيل بتدعي انها بتنظر في القضايا، فشلت في استصدار اي احكام ضد هؤلاء، يعني هناك عدد من ضباطهم ملاحقين بالمناسبه امنيا ولم يتم القاء القبض عليهم وبيشتغلوا في الساحه السياسيه والعسكريه. المحكمه فشلت في استصدار احكام نهائيه، والنهارده الولايات المتحده اذا طبقت قانون ليه هيبقى في اشكاليه في مراحل التنفيذ وغيره. هذه هي الروايه بالكامل. طبعا حركات العنف وحركات الارهاب والحركات المتطرفه في اسرائيل اللي ممنوع عليها العمل بالسياسه الان تعمل بالسياسه، الان ترسم سياسات اسرائيل، الان تدير الدوله، الان بيكشف طبعا الامر العلاقه بين المؤسسه الدينيه والمؤسسه العسكريه في حاله تضارب كبير في المؤسسه العسكريه نتيجه للاخفاقات الاخيره في حرب غزه والفشل في التعامل مع المشهد. فبالتالي هتلاقي حضرتك امور كثيره جدا هتظهر على الساحه في اسرائيل، سرقات في مخازن الاسلحه، فشل وهروب وتسرب من عمليات التجنيد. طب دكتور طارق، يمكن عندي سؤال برضو، لماذا لا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيك هذه المجموعات ما بين قوسين لو صح تعبيري، صح يعني تمام، لو ما صحش أرجوك صلحولي، دي ميليشيات مسلحة دينية زي ما حضرتك شرحت كده، ما هياش جزء من البنية العسكرية في جيش الاحتلال،
هي ميليشيات مسلحة، لماذا لا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتفكيكها واكتفت بس بتوقيع عقوبات؟ ده من ناحية. من ناحية تانية زي الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إحنا بنطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وعقد الهدنة، ومن ناحية تانية بتدي حزمة كبيرة أو موسعة لدولة الاحتلال. خليني أفك السؤال الشائك اللي حضرتك قلته سيادة النائب. هو أولاً الولايات المتحدة لن تستطيع أن تفكك هذه الكتائب، لأنه زي ما قلت حضرتك هي في الاستراكشر، في البنية الجيش الإسرائيلي، هي ليست خارجها، وإلا ما كانت قد قامت إسرائيل اليوم بإطلاق كل هذه التصريحات على لسان مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، من أول رئيس الأركان وقادة الوحدات وقادة التشكيلات حتى قادة الوحدات النخبوية زي لواء جولاني وغيرهم. كل دي النهاردة يؤكد لحضرتك أن هم فعلياً داخل الاستراكشر الخاص بنية الجيش الإسرائيلي. وزي ما أشرت لحضرتك هي ليست كتيبة واحدة، هي 7 كتائب متفرع منها وحدات نوعية بتعمل في عمق قطاع غزة، متواجدة في رام الله، متواجدة في 7 مدن فلسطينية، بتشتغل تحت أسماء وظواهر مختلفة. طبعا هي ليست وحدات في المستعربين، وهي ليست وحدات نخبوية مسلحة، لكنها وحدات بتعمل تسليح خاص، تسليح من وحدات الأمن والشرطة والجيش. وده يفسر لحضرتك من أين أتوا بالسلاح، مناطق تمركزهم، تواجدهم في بعض المدن، وبالتالي الولايات المتحدة ستجد صعوبة كبيرة في تحديدهم. هي ركزت على الكتيبة دي لأنه الوضع كان يخص أمريكي من أصل فلسطيني، والمحكمة العليا في إسرائيل فشلت في التعامل مع المشهد. إجمالا حضرتك، هذه الكتائب كتائب عسكرية تشبه ما كان موجودا قبل قيام الدولة. العصابات حضرتك تذكرها، أرجون وشتلين وهكذا، كل هذه العصابات اللي حضرتك عارفها اللي أقامت عليها الدولة. فبالتالي هذه الكتائب عسكرية مسلحة، تسليح جيش شرطة، تسليح وحدات فيها عدد كبير، مش 1000 عنصر زي ما ذكرت لحضرتك، عدد كبير. وبالتالي موضوع نزل سلاحها أو إخراجها من بنية الجيش أو غيره ده كلام مش هيتم. بتحظى بدعم من الأجهزة الأمنية في مراكز عملها، في تواجدها، في قيادتها، في عناصرها، برغم أن الأمن الإسرائيلي يعلن دائما متابعة وملاحقة عناصرهم. هذه الكتائب ممنوع لعناصرها العمل في داخل ضمن وحدات الجيش العاملة ده شكلا، لكن في المضمون دخلوا في مواجهات مع خلايا المقاومة الفلسطينية في المدن الفلسطينية، ولهم تمركز فين بقى حضرتك، وده الأخطر، في مدينة القدس. ليه؟ لأنه القدس بترجم كل التوجهات الدينية أو السيوكراتية اللي بيرددوها الخاصة بمدينة القدس، وبالتالي الخطورة أنها متروكة هذه الكتائب تعمل في مناطق النار، المناطق الرئيسية اللي فيها مواجهات، تحظى بدعم المستوطنين، مصروفاتها وإيراداتها وغيرها بتتم من دعم مباشر من المؤسسة الدينية. وده يفصل لحضرتك أنه تبعية عناصرهم بترتبط بهذه المؤسسة، ارتباط بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية في هذا. وبالتالي أنا أعتقد الولايات المتحدة زي ما حضرتك أشرت وتكرمت سيادة النائب، جزء طبعا من اللي هم أمريكان عملوه النهاردة اللي يدوا لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، طبعا 95 مليار دولار متوزعة للثلاث دول، لكن بطبيعة الحال هتركز مع إسرائيل في مشروع تطوير القبة الحديدية وتطوير منظومات الدفاع. أنا أعتقد دي مهمة جدا لأنها طبعا اتأخرت بعض الوقت، والإسرائيليين منتظرين ده. وطبعا صفقة السلاح الثالثة اللي هي تمت تحت مستوى الفدرالي اللي وقع عليها بلينكن، مش وزير الدفاع. رئيس الأركان، يفسر حضرتك أنه الولايات المتحدة بتعطي لإسرائيل هذه الصفقات للاستمرار في المواجهة طبعا، وليس حضرتك الدخول في هدنة أو أنها تمارس دور وسيط أو ما إلى ذلك. يبقى دعم إسرائيل وأمنها حضرتك سيادة النائب أولوية أولى للسياسة الأمريكية. انكشاف سياسي. أنا بشكرك جدا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، كل الشكر لحضرتك.